معانا دلوقتي خبر من البرلمان. النهارده فجر الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية دعوته اللي سبق ليها آخرين، وهي زيارة القدس. حضراتكم عارفين ان في وجهتين نظر لزيارة القدس. في رأي يقول لك ان زيارة القدس فيها منافع بتعود بشكل مباشر على اخواننا في فلسطين اللي بيعانوا من الحصار والاضطهاد، والرأي التاني بيشوف انها دعوة ليست مقبولة دلوقتي، خاصة في ظل الاحداث الراهنة ونقل السفارة الامريكية للقدس، وانه بكده يعتبر اعتراف بالاحتلال الاسرائيلي. وجهتين النظر ما اقدرش اقول ان هما ما يحترموش، ضروري ان كل جانب من الاثنين عنده وجهة نظر سليمة. بس احنا كمان هنستعرض دلوقتي مع الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات السياسية والدولية بالأهرام رأيه في هذا. ألو؟ ألو دكتور سعيد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا حضرتك يا فندم. رأيك إيه في زيارة للقدس؟ هل حضرتك مع الزيارة للقدس ولا مع عدم الزيارة في الوضع الراهن؟ نعتقد أن الدكتور أسامة الأزهري كان على حق عندما دعا الناس والطلبة والجميع لزيارة القدس ردا على محاولة الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد اعتبار القدس كلها عاصمة لإسرائيل، وبالتالي أعتقد أن ربط هذا المكان المقدس والموجود في القرآن الكريم والأماكن الأثرية الرائعة المقدسة وربطها بما يوجد منها مثلها في مصر، أعتقد أنه هذا ما يقصده الدكتور الأزهري بالفعل. ولا تنسى إطلاقا أن الدكتور علي جمعة في مرحلة من المراحل السابقة كان قد زار القدس أيضا لنفس السبب بشكل أو بآخر. أعتقد أن نسيان هذه المنطقة وخصامها وعدم زيارتها هذا يساعد بشكل أو بآخر الاحتلال الإسرائيلي على أن يتمادى في هذا بديه من أفكار ومخططات. ولكن ليس هذا اعتراف بالاحتلال. لا، ليس اعتراف بالاحتلال إطلاقا، ولكن بشكل أو بآخر يؤكد أن ربط هذه المدينة بمدن أخرى مقدسة في العالم الإسلامي أعتقد أنه واجب على الشباب، واجب على رجال السياسة بشكل أو بآخر. لكن يعني الرد الشعبوي والرد الأثري بشكل أو بآخر لهذه لما قامت به أمريكا من طرف واحد على ترامب باعتبار القدس كلها عاصمة إسرائيل لا يوجد رد أبلغ مما قاله الدكتور أسامة الأزهري. أشكرك يا فندم دكتور سعيد.